الأمطار الأخيرة في بغداد تكشف حجم الفساد في أمانة بغداد. نفق الشرطة الذي أغلق للصيانة نحو شهرين تسبب بحالة زحام كبيرة، وذلك بسبب غرقه بالمياه بعد نحو ساعة من هطول الأمطار. صدق جديد ظلوا شهر كامل ساديه يعبرون بيه، تالي ما تالي هيك غرقان زيارة تغرق بيه هذا. أنا ما أحكي باوة، نفق الشرطة إيش صار بي باوة خطية، هاي السيارة الشيري خطية، شلون تفر السيارة ماي باوة يا ربي. Thank you.